السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. نبدأ معكم رحلة جديدة مع الوقت الإضافي، وبكل تأكيد لدينا الكثير في هذه الحلقة. سنتحدث بأبرز الأخبار، وأيضا لدينا محاور مهمة جدا مع ضيوفنا، بعد قليل ستتعرفون عليهم. خلونا نبدأ من أبرز الأخبار اليوم. زار وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال برفقة رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان، كانوا في زيارة إلى مقر نادي بحضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورت، حول المشروع المهم جدا وهو الإشراف على الفئات العمرية من الأشبال إلى الناشئين للتحضير يعني من الآن يعني كأس العالم 2030. بكل تأكيد خطوات جدا مهمة. اللقاء الثاني الذي سيكون بعد فترة ليست طويلة سيكون هناك أيضا مشاريع سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة، واحدة من الخطوات المهمة. إذن الزيارة إلى إسبانيا كانت ممتازة ومهمة جدا، منها كانت البداية بالتوقيع مع ديك أدفوكات مدرب منتخبنا الوطني، وأيضا التحضير لمعسكر منتخبنا الوطني الذي سيقام في مدينة ملقا الإسبانية، إضافة إلى هذه الزيارة المهمة وواحد من أعرق الأندية العالمية. بكل تأكيد أشياء إيجابية مهمة ستكون حاضرة في الفترة المقبلة، ونتطلع أيضا إلى كثير من البروتوكولات التي تخدم الكرة العراقية وكل الألعاب الرياضية. طبعا أيضا من أبرز الأخبار اليوم الثالث على فتح باب الانتقالات، والحركة قوية جدا يعني بدأت بشكل مثير حركة الانتقالات اليوم. يعني كثير من الأندية أعلنت عن تعاقدات، بداية مع نادي نفط الوسط الذي تعاقد أو اتفق بشكل كبير مع مهاجم نادي الزوراء الذي أعلن يوم أمس عن مغادرة نادي الزوراء مهند عبد الرحيم، وأيضا أعلن أنه حسين فلاح سيوقع لنادي نفط الوسط قادما من الميناء، وأيضا محمود خليل مهاجم نادي الكرخ أيضا سيوقع مع نادي نفط الوسط. طلب أيضا اليوم أعلن عن التعاقد مع اللاعب فراس فنجان قادما من أربيل، إضافة إلى هناك ثلاث لاعبين من منتخب الشباب سيمضون ويوقعون العقد مع نادي الطلبة. النفط أيضا أعلن التعاقد مع المدافع محمد كريم قادما من نادي الطلبة، وقد تكون أبرز أو أكبر المفاجآت في سوق الانتقالات هذه هي انتقال مدافع نادي الزوراء والمنتخب الوطني مصطفى محمد جبر من الزوراء إلى نادي القوة الجوية. وهناك يعني بعد هذه الصفقة هناك جدل كبير بين مشجعي الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه تعرفون الحساسية الكبيرة والتنافس ما بين الناديين، لكن قد لا تكون هذه هي المفاجأة الوحيدة في سوق الانتقالات. هناك مفاجآت ستوازي هذه الصفقة، وخلي أقولها ما بين الغريمين أيضا ستحدث هناك صفقات انتقال، لكن ما ممكن نعلن عنها في هذه الفترة. طبعا أيضا في معلومة خاصة لبرنامج وقت إضافي، بما أنه أغلق باب أو المدة القانونية للترشيحات على المناصب بالنسبة لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم وصلتنا معلومة أنه سيد حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية سيسحب ترشيحه من منصب العضوية، وحسب المعلومة اللي وصلتنا أنه سبب سحب الترشيح سيكون هو للتفرغ لنادي الديوانية، وأيضا هناك مرشح آخر أعلن عن ترشيحه في الساعات الأخيرة قبل انتهاء المدة، أيضا هناك نية كبيرة لسحب ترشيحه من الانتخابات. عندنا أيضا اليوم من الأخبار المهمة، عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم في مقر الاتحاد عقدت اجتماعا مع ممثلي أندية الدوري الممتاز لمناقشة ما سيحدث في الموسم القادم، كثير من المقترحات والاستماع لآراء الإخوان ممثلي الأندية، وتم الاستماع لهم بشكل كبير وتم تدوين كل الملاحظات، وسترفع على شكل توصيات إلى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل أن يعني تحديد كل الخطوط قبل انطلاق الموسم الجديد. طبعا الاجتماع لم يخلو من الاعتراضات من قبل بعض الأندية على عدد من المقترحات بالنسبة للإخوان في لجنة المسابقات، وقد تكون أبرز هذه الاعتراضات هي من أندية القاسم والصناعة وسامراء اللي رفضوا قرار هبوط أربعة أندية إلى دور الدرجة الأولى. القوة الجوية النادي الوحيد الذي اعترض على
تفريغ لاعبي المنتخب، يجب أن يكون التفريغ قبل 72 ساعة قبل موعد مباراة المنتخب، هذه من وجهة نظر الإخوان في نادي القوة الجوية. المسابقات أيضا وضحت بعض البنود، أنه كل نادي يتم استدعاء أكثر من 4 لاعبين مع المنتخب الوطني يحق لهم بالتعاقد مع 6 محترفين ويشارك 4 منهم فقط، وكل نادي يستدعى منه أقل من 4 لاعبين يحق له أنه يتعاقد مع 4 محترفين. الشيء المهم أنه تم التأكيد على موعد انطلاق الدوري سيكون في 20/9، هذا تم تأكيده اليوم بنسبة كبيرة. وأيضا واحدة من المقترحات أنه لن يتم السماح بلعب فريقين على ملعب واحد. أعتقد هذا الموضوع قد يكون فيه مشكلة كبيرة، لأنه نعاني بشكل كبير من قضية يعني تواجد الملاعب خصوصا للأندية، خلينا نقول الجماهيرية الكبيرة في العراق. إذن مشاهدينا الكرام، خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نبدأ الوقت الإضافي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، واليوم لدينا الكثير من المحاور سنتحدث بها. بكل تأكيد نمر على اجتماع هذا اليوم ما بين لجنة المسابقات وممثلي الأندية، ونمر أيضا على الانتخابات وبعض الحديث عن الأندية والقادم بالنسبة لها والتحضير للموسم الجديد. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا عبر الأقمار من محافظة بابل السيد حسين الكعبي رئيس نادي القاسم. مساء الخير أستاذ حسين، ويا مرحبا بك في الوقت الإضافي. اهلا وسهلا بك كابتن هشام وكافة المشاهدين الكرام. الله يسلمك. خلونا نتعرف على ضيفنا الثاني، فقد يكون مفاجأة هو ضيفنا الثاني. ضيفنا الثاني يا شباب، خلونا نتعرف عليه، اللي كان من المفترض ان يكون هو السيد علي صغير عضو ادارة نادي القوة الجوية واللاعب السابق في نادي القوة الجوية. طبعا القضية وما به قضية كلمة واحترام للموعد ولكثير من التفاصيل. اتصلنا بالأخ علي صغير ظهرا وبلغنا أنه يكون ضيفنا لهذا اليوم ووافق وقال أنا حاضر، لكن الأخ قفل تليفوناته زين، وحتى من باب الاحترام حتى وإن كان عندك ظرف، وإحنا نعرف ما عندك ظرف، لأن قبل ساعات أنت كنت حاضر في تقديم اللاعب مصطفى محمد جبر، كان من المفروض مثل ما لبيت الدعوة تتصل من باب الأدب وتقول أنه أنا ممكن صار عندي ظرف أو أنا ما أقدر أجي للحلقة، لأنه تعرف هذه القضية أنه كيف تحضر للبرنامج وتحضر لساعة تلفزيونية تبني محاورك على هالأساس. لكن يبدو أن السيد علي صغير ما يملك الشجاعة أنه ممكن يواجه بعض الأسئلة اللي قد يسأل بيها. من ضمن هذه الأسئلة كثير من التفاصيل وحتى اتهامات موجهة للأخ علي صغير. واحدة من الأمور يعني قضية اتهامة بموضوع عقد الأضواء وما دوره كان في هذه القضية اللي صارت أزمة بنادي القوة الجوية، وما نعرف إلى الآن عقد الأضواء هل هو مستمر، هل هو تم إيقافه، هل الموضوع ذهب إلى المحاكم. قوة جوية في الموسم الجديد راح يبقى معلق مع هذا العقد وهذه الإشكاليات. ايضا هناك اتهامات، يعني هو اتهم عدد من الجماهير انه عندهم ارتباط مع الادارة السابقة وبالتحديد مع السيد وليد الزيدي. اوكي، طيب ما انت كنت مع السيد وليد الزيدي وسيد وليد الزيدي هو اللي جابك، وكنت تعمل مع ذيك الادارة براتب، وهذه من القضايا اللي لازم ما حد ينكرها وقضية زحمة. ايضا حبينا نسأل على اصراره انه بأخذ تمثيل نادي القوة الجوية في الانتخابات القادمة، وأيضا كان يفكر بأنه يعني لماذا رفض السيد القائد أنه 2 من أعضاء الإدارة هو واحد من عندهم أنه يرشح للانتخابات القادمة، وحتى أكو تفاصيل مهمة قد لا يعلمها الجمهور. لكن مع كل الأسف يعني هو الرجل التزام وكلمة، وحتى إذا عندك مشكلة من البداية ترفض ما تخلي الناس بهكذا مواقف، لكن البرنامج هو ما يوقف عليك بصراحة يعني، لكن يجب أن يكون هناك احترام. لازم تعرف شنو دورك، أنت تمثل أعرق الأندية العراقية، أوكي؟ أنت ممكن حتى ما تعرف دورك بهذا الموضوع. إذن هي رسالة للإخوان في القوة الجوية،
علاقتنا طيبة مع الكل، لكن هذا التصرف أبدا مردودة عليك وقد يكون مردودة على نادي القوة الجوية. خلونا مشاهدينا الكرام نبدأ حلقة اليوم مع السيد حسين الكعبي رئيس نادي القاسم، ويا مرحبا بك من جديد. وخلينا نبدأ معاك من اجتماع اليوم، كان عندكم اجتماع مع لجنة المسابقات وكممثل نادي القاسم. بكل تأكيد ربما سيكون أول الاعتراضات كانت من قبل نادي القاسم على قضية هبوط 4 أندية إلى دوري الدرجة الأولى. أول شيء كلمنا على الاجتماع وما هي أبرز الاعتراضات اللي كانت حاضرة. حقيقة كابتن قرار كان مفاجئ من قبل لجنة المسابقات وراح تضر به خاصة الأندية المحافظات اللي عندها طموح تلعب بالدوري الممتاز. هذه قرارات يعني ما أعتقد من صلاحيات لجنة المسابقات، المفروض يرجعون إلى الهيئة العامة هي اللي تأخذ قرار بهذا الشيء. زين أنتوا اليوم شنو كان دوركم من طرحوا هذه الفقرة؟ أنت وعدد من الأندية يمكن رفضتوا هذا الموضوع. طيب إذا تم إقرار هذا الموضوع كيف راح تتصرفون كنادي القاسم يعني؟ لا حقيقة هيج مواضيع إحنا راح نرفضها وكذلك نقاطعها ونطالب من الإخوان بالهيئة العامة عدم التصويت عليها، لأن أنت قل لي سوي لك دوري مال المؤسسات أحسن لك، وهمش أندية المحافظات الجماهيرية. زين هسه بالمقابل بالمقابل يا سيدي حسين، هسه كثير من الناس مع توجه انه يجب ان يتم تقليل أندية الدوري، اذا اريد الدوري ممتاز دوري ممكن يخدم المنتخب، فغيرك راح يفكر بهذه الطريقة، انت تفكر في مصلحة ناديك فقط يعني. صحيح. ما قاعد اسمع. اقول لك انت غيرك ما راح يفكر بنفس تفكيرك، الاغلبيه من تسأل يقول لك لا والله انا اريد اقلل الدوري، الدوري يعني عدد كبير بالدوري ويعني مساوئ اكثر من ايجابياته، يعني الفتره طويله عدد الانديه كبير، فانت هسه الان بدك تفكر في مصلحه ناديك فقط. لا اليوم اللي شفناه حقيقه كابتن هشام من قبل جميع الاخوان الانديه الدوري الممتاز يعني اقول لك 75 الى 80% معارضين لهيج قرار. زين بعد على شنو كانت الاعتراضات وعلى شنو اللي رحبتوا به؟ حقيقه هو كان المحور الاساسي بخصوص لاعبين المنتخب الوطني. وتعرف لاعبين المنتخب الوطني يعني محصورين في 3 أندية جماهيريه. زين فمن حق الانديه الجماهيريه يقول لك انا اذا يروح من عندي 7 لاعبين او 6 لاعبين انا بمن امشي الدوري. فتعرف نقاش يعني تقريبا اخذ اكثر من ساعه او ساعه ونص خاصه يعني بشغله اللاعبين المنتخب الوطني. زين فانا اقترحت عليهم مقترح. احنا 17 نادي ما عندنا مشكله. زين الاخوه في لجنه المسابقات يجلسون ويا الانديه الزوراء والجويه والشرطه ويشوفون حلول لهم بحيث تكون لا تأثر على مسيرة المنتخب الوطني ولا تأثر على مسيرة الأندية الجماهيرية. طيب 20/9 تعتقد ما الموعد مناسب لبداية الدوري؟ مناسب لكم لكل الأندية؟ كانكم اعتراض على هذا الشيء؟ معظم الأندية حقيقة يعني طالبت بالتأجيل الدوري إلى يعني هم قالوا 1/10 تقريبا. زين بس 1/10 راح تصادف عندنا زيارة الأربعينية وكذلك 10/10 الانتخابات البرلمانية. زين فالأفضل يكون في يوم 12 أو 15/10 حتى جميع الفرق تأخذ فترة كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبين وكذلك قامت معسكرات تدريبية وقامت مباريات ودية. زين أوكي أستاذ حسين، هسه نرجع على نادي القاسم بعدين، خلينا ندخل بمحور مهم جدا وبما يتعلق بالفترة القادمة. أريدك تسولف لي شنو صار باجتماعكم اجتماع الفرات الأوسط، ويعني كيف صار الاجتماع، من هو رئيس الجلسة كان؟ حقيقة اجتماع الفرات الأوسط جاءنا اتصال من السيد عبد الكريم اسكندر رئيس الاتحاد الفرعي في محافظة الكوت. زين قال اكو اجتماع خاص بأندية او المنطقة الوسطى والجنوبية بخصوص الانتخابات القادمة
وكذلك دعم السيد كابتن عدنان درجال رئاسة الاتحاد. حقيقة لما جينا الاجتماع وموجودين جميع الأخوة ممثلين أندية الوسطى والجنوبية، كان محور الاجتماع الأول والأخير هو دعم الكابتن عدنان درجال لرئاسة الاتحاد، وكذلك اختيار شخصيات تنهض بالكرة العراقية في مناصب الأعضاء. لأن تعرف أكو مصطلح مع الأسف إحنا من قبل ينطلق على الهيئة العامة، وهو كان يطلقون علينا الهيئة النائمة. صح. فنتمنى من الأخوان جميعا الهيئة العامة أن يصحوا ويختاروا الشيء الصحيح من أجل بناء رياضة صحيحة بالعراق، وبالتالي نجاح المكتب التنفيذي فهو يحسب للهيئة العامة. زين، يعني راح تصحون، راح تصحى الهيئة العامة على حكيك؟ والله لازم يصحون. يعني كافي مجاملات، كافي يعني كافي محاصصة، كافي مناصب. خل نباوع رياضتنا، خل نشوف الدول الجوار شلون تطورت عندها الرياضة العرب الرياضة، خل نستفاد من خبراتهم. احنا لا، احنا بعدنا لحد الآن بالعلاقات، فلان اختب العفو، فلان انتخب فلان هيجي، وهذا الخاطري وهذا علاقتي، هاي انا اشوفها يعني صعبه. عيب، خن باوع، لا نباوع نفسنا، خن باوع سمعه هذا البلد. شوف رياضتنا، ترى يا اخوان احنا اساس الرياضه في الشرق الاوسط. احنا كان الدول الخليجيه تباوع للعراق، هسه بالعكس صار العراق يباوع عليهم. زين، ما قلت حقيقه نحتاج، ما قلت لي منو كان رئيس الجلسة؟ والله كان هو رئيس الجلسة الأستاذ عبد الكريم اسكندر، يعني هو بناء على الدعوة من قبله. وصار اتفاق بالإجماع على أنه كل الحاضرين اجتماع الفرات الأوسط يكون دعمهم للسيد عدنان درجال؟ بالضبط بالضبط، يعني كنا 27 شخص موجودين، كنا داعمين لمنصب السيد عدنان درجال لرئاسة الاتحاد. يعني حقيقة الكل يعرف كابتن عدنان درجال إنسان رياضي، عنده أفكار حديثة، استفاد من خبرته في الدوري القطري، وكذلك نحتاج إلى أشخاص عندهم علاقات خارجية واسعة من أجل أن نستفاد من عندها في تطوير الرياضة العراقية. والحمد لله شكر، يعني نشوف إحنا لما إجى عدنان درجال نشوف الكل واقفة معاه برنامج الإصلاحي. لكن يعني هسه انا اشوفك هواي تراجعت بهذا الشيء. يعني الموضوع ما بي، خلينا نوضح للعالم انه ماكو شيء، ماكو اجبار، يعني ما حد جبركم على شيء. لا لا لا، ما حد جبرنا اي شيء، واحنا حرين باصواتنا وحرين من ننطيها، بس احنا بنفس الوقت هاي الاصوات احنا مؤتمنين عليها من قبل الجماهير الرياضيه. يعني احنا باكر محاسبين امامهم وامام رب العالمين. زين، انتم اعطيتوا التثنيات جميعها للكابتن عدنان درجال، هل هذا الموضوع صار به ضغوطات عليكم ولا انتم من ارادتكم خلص اختاريتوا واعطيتوا التثنيات؟ بالعكس بالعكس، انا التثنيه الاخوان بالهيئه الاداريه قالوا تنقل يعني رسالتنا للسيد معالي وزير الشباب والرياضه كابتن عدنان درجال، اذا يريد حتى كتاب الترشيح ننطيه اياه. لأن هو ناهيك عن هو وزير الشباب والرياضة، هو عدنان درجال. أعتقد هو كان أحد الرموز الرياضية اللي كان لها دور كبير في إفراح الشعب العراقي في جميع البطولات. زين، تحسون أنه هو رجل المرحلة القادمة، لازم نختار هذه الشخصية 100%؟ زين، مو أنتوا دائما الفرات الأوسط هسه من قلت لي كلمه، قلت لي احنا كانوا يسمون الهيئه النائمه، هسه انتم لحد الان نائمه الا بعد الانتخابات، راح نعرفكم صحيتوا ولا لا، صح لو لا. تعرف هذه الكتلتين الجنوب والوسطى دائما اكو من مسيطر عليها، هل مره اختلفت الامور بهذه السيطره ولا ايضا كان هناك توافقات واتفاقات؟ احنا شوف كابتن هشام، احنا اكون صريح وياك، قبل كانت هاي النظره. زين، كانوا الناس مسيرين، خلينا نكون صريحين، لان احنا ما نحب نساوم ولا نجامل على رياضه العراق. زين، هذا بلدنا، المفروض نكون اكثر الناس احنا حريصين عليه.
فهاي أنا أقول لك هذا الاجتماع لا اختلف. لا الناس وعت والأخوان بالهيئة العامة يعني جادين في تغيير المكتب التنفيذي وكذلك جادين في تغيير مسيرة الرياضة العراقية. زين أنت سمعت تصريحات الكابتن شرار حيدر قال أن هناك يعني ضغوطات مورست حتى تم استغلال يعني النفوذ الحكومي، كيف ترى هذا الموضوع؟ بالفعل كان هناك أيضا تدخلات حكومية عليكم أو على عدد من أعضاء الهيئة العامة على عدد من الوزارات لمنح التثنيات وهذه التفاصيل؟ والله حقيقة كابتن هشام احنا أي شخص ما أثر علينا ولا أي شخص خابرنا، بس اكو بعض الانديه ما نحب نتطرق لها صار بها تدخل حكومي. ليش ما تتطرق لها استاذ؟ ما توصل هيك مرحله. لا لا اتمنى تكون واضح وصريح وياي، مع انه كل نادي الى ظروفه، لكن خلي نوضح للناس صحيح. خلي تعرف الناس يعني منو الانديه اللي تم الضغط عليها واعطى التثنيات بالضغط يعني. لا احنا بالنسبه هسه يعني احنا كانديه فرات الاوساط يعني كل تثنياتنا كانت لكابتن عدنان درجال وقت يعني اعتقد الاخوان في نادي القوه الجويه زين. واعتقد الحدود يمكن ها تعرف صارت بها ضغوطات وهم الناس معذورين ترى اذا جتهم توجيهات من ناس اعلى من عندهم فالناس يعني مجبرين ينفذون القرار. يعني تقصد ان هنا وزاره الدفاع جاهم امر من وزير الدفاع انه اعطوا هذه التثنيات؟ بالضبط، والدليل كان كتاب التثنية للمعالي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال. ليش انسحب من عده؟ تقصد نادي القوة الجوية ولا الجيش؟ الجيش اعتقد. الجيش والبحري؟ البحري صحيح، العفو العفو. مو؟ صحيح صحيح كلامك. يعني نقدر نعذر كم نادي نقول له هذا ظرفك يعني الشيء صار فوق طاقتك يعني اكو ضغوطات. والله نعذرهم 100% كابتن. لان تدرب هم الناس مع احتراماتنا لهم وهم كلهم اخوان واعزاء علينا. اذا جت توجيهات من السلطه العليا التابع لها فهو مجبر ينفذ القرار. يعني اذا هذا كلامك يعني ترد بي على كلام الكابتن شرار حيدر اللي قال اكو تدخلات حكوميه واستغلال للنفوذ، لكن هسه الاستغلال بين بالعكس انه هو استغل هذا الموضوع و استقطب هذه التثنيات. طبعا كابتن هشام هي هاي مشكله، بحيث احنا حتى اتهمنا بان السيد معالي وزير الشباب يعني ينطي منح ماليه من اجل كسب الاصوات. وانا حقيقه انا اشوف هذا الاتهام معيب بكل من نطق هيك كلام. لان انت تعرف جميع الوزراء زين اللي اجوا وزاره الشباب والرياضه هم كانوا ينطون منح للانديه. يعني مو شيء غريب ولا شيء مميز. زين. يعني السيد جاسم محمد جعفر استلمنا من عده منح، السيد عبد الحسين عبطان استلمنا من عده منح، السيد الدكتور احمد العبيدي استلمنا من عده منح. ليش الشبهات صارت ويا عدنان درجال؟ يعني هسه احنا نادي اهلي ها المن نروح؟ زين يعني ما عدنان غير الوزاره اروح لها على مود اخذ المنحه صح؟ على مود اخذ المنحه. انا مو حقيقه انا من اراجع الوزاره الشباب والرياضه ناهيك عن الكابتن عدنان درجال هو وزير بيها. بس هذا حق نادي. زين شنو اتفقتوا باختيار الاعضاء وشنو قال لكم كريم اسكندر عن شروط الاعضاء بالاتحاد القادم؟ والله حقيقه شروط الاعضاء احنا حكيناها وجميع الاخوان الموجودين حقيقه نريد اعضاء طموحين عندهم افكار حديثه ينهضون بالكره العراقيه، يمتازون بالحنكه الاداريه، يمتازون بالعلاقات الخارجيه. تعرف انت الاتحاد كره القدم يعني وحدة اريد اقول لك يعني دوله حكومه. يعني مثل كانما انا هسه عندي اتحاد كره القدم كانما وزاره الخارجيه واحتمال اكثر من وزاره الخارجيه يمثل العراق. زين وشو شنو اتفقتوا؟ شخصيات طموحه. شنو اتفقتوا على اختيار الشخصيات؟ يعني قصدك الشروط ام الاسماء؟ لو انا اختيار الاعضاء يعني اتفقتوا باختيار الاعضاء؟ احنا ما اتفقنا، بس انا اكثر شيء اكو شيء فرض نفسه هسه بالواقع
وهو منصب الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني. يعني كل الأندية أنا أشوفها متجهة نحو دعم الشخصيات الثلاثة، السيد كابتن عدنان درجال والسيد علي جبار والكابتن يونس محمود. خلي نعتبرها انتهت، لأنه كل واحد بمنصب مرشح ما عنده أحد ينافسه، يعني هاي بالنسبة لنا قد تكون انتهت، يعني قد تكون هناك المنافسة ما بين الكابتن عدنان والكابتن شرار. لكن بالنسبة للأعضاء أقول لك شو، على شنو اتفقتوا أنتم، شنو كان توجهكم؟ وقلت لك كابتن هشام الأعضاء توجهنا كان اختيار شخصيات طموحة تخدم الرياضة العراقية، يعني بعيدا عن المجاملات بعيدا عن العلاقات، خل نفكر شلون نجيب مكتب تنفيذي يطلع او يخرج واجهة الكرة العراقية بالشكل الصحيح، ان يبني علاقات مع دول الجوار، يستفاد من دول الجوار. زين هسا انت شلون شوف السيناريو القادم بالنسبه للانتخابات؟ راح يتحقق اللي انتم هذا تكلمت به واللي انتم متمنينه كهيئه عامه صاحيه، خلينا نقول ما نكون نايمه؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله يتحقق، والهيئه العامه او مثل ما تقول نايمه، انا اقول مو انت. زين لا هي كلها تقول ان شاء الله صحه، انا منتظرها تصحى يعني. هي كلها تقول زين ان شاء الله صحت وخلت الافكار مالتها وتركت كل شيء وراها، وان شاء الله راح يشوفون مكتب تنفيذي يليق بالكره العراقيه ان شاء الله. والله هذا الكلام يفرح بصراحه، لانه كثير من الناس ملت من هذا الواقع وملت من السيناريوهات اللي اصبحت مكرره، يعني كل شيء متفق عليه، يعني قبل كانت حتى المناصب والكراسي هي نفسها، الأمور بيد واحد اثنين وهو يفصل ويلبس بكيفه. فإن شاء الله على هذا الكلام نشاهد تغيير حقيقي. وخلينا شوية نمر على القاسم وعلى هذا النادي وهذا الموسم بالذات، خلينا يعني عودة نادي القاسم من جديد، الكثير متفائل، لكن مباشرة نادي القاسم بيّن عليه في منتصف الموسم الأمور المادية العوز، حتى وصلت أنه يعني الاخوان في قضاء القاسم بدوا يلمون من الناس تبرعات. النادي في الفتره الاخيره وصل الى مرحله الهبوط، لكن اختيار قصي منير قد يكون اختيار موفق جدا، ابقى الفريق وانقذكم من الهبوط. خلينا نتعرف على القاسم هذا الموسم، انطيني شنو 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 اللي مر به نادي القاسم هذا الموسم. والله حقيقه مر يعني ظروف صعبه جدا من بداية تشكيل الفريق، خاصة بالمرحلة الأولى. تعرف كان تشكيل الفريق بالمرحلة الأولى وفق الأموال الموجودة لدى النادي. يعني تعرف استقطبنا جميع لاعبين كانوا من الشباب وكذلك من دوري الدرجة الأولى، إلا تقريبا 4 إلى 5 لاعبين كانوا يلعبون بالدوري الممتاز. ولكن بالمرحلة الثانية لا، اختلف الكلام بعد قدوم الأستاذ حسين الرماحي الرئيس الفخري لنادي القاسم الرياضي. الرجل هو من أهالي القاسم ومشكور، توفر هواي شغلات كلاعبين محترفين وكوادر تدريبية وكذلك معسكرات، والرجل لحد هذه الساعة الدعم مالته مفتوح لنادينا. وكذلك لا ننسى أن المتبرعين في مدينة القاسم اللي هم أصحاب مواقف مشرفة، يعني مو جديدة عليهم، ويجي دائما ترى مدينة القاسم بالجهاد بالمساعدات، يعني جميع المواقف المشرفة تلقيها عندنا. زين اللي صار طبعا بعد تسمية الكابتن عادل نعمة، خلينا نقول انه ايضا انتو جيتوا بالكابتن عادل نعمة لانتشال الفريق لان مر بدروب كبير، اللي صار شنو مع الكابتن عادل نعمة؟ طبعا تحياتنا للكابتن عادل نعمة والكادر التدريبي. تعرف يعني خلينا نقول صارت مسألة الاعتذارات من قبل الكوادر التدريبية مسألة عادية. زين. والدليل احنا الموسم الراح اعتقد يمكن الجدول قبض 35 مدرب. زين انت ايش قد حصتكم كانت؟ 2 أو 3؟ لا انا حصتنا لا 3. زين 3 زين رحمة ها؟ قياسا بالعنكوشي. يعني هذا بسمار العنكوشي ها؟ لا بالعكس، تحياتنا سيد حسين العنكوشي. زين شنو رايك؟ ملح الدوري. زين ما دام جبنا طاريه، شنو رايك انه راح ينسحب من يسحب ترشيح؟
لا إن شاء الله إن شاء الله ما يسحب ترشيح، لأن مدينة الديوانية مدينة عريقة وتستاهل الواحد يوقف لها حقيقة. بس مرات واحد أضاف لها أضافة، مرات واحد يحس نفسه أنه أنا ما راح أحصل شيء، وممكن أعزيها أنه أنا أتفرغ لفريقي، ممكن يعني هذه لعبة انتخابات يعني. والله إذا لعبة انتخابات هذا شيء خاص بي. زين. ومن حق الرجل يرشح حتى لو كان رئيس نادي أو طب مشروع رياضي من أجل انتخابات، حقه ما بيه شيء. جالس إحنا المسؤولين السياسيين كابتن هشام ايه؟ مو قاعد يسوون بطولات مال فرق شعبية. إيش وقت هاي؟ ليش ما توصل قبل الانتخابات يسوى شايفه؟ والله العظيم هسه قاعد يسوون. إيه لا مو هسه إنه ماكو بطاطين ينطون حارة. سلو يطون برا. لو يطون. لا شيء يدورون شيء مناسب. إيه زين. هسه قلت لي الاعتذارات يعني انه الكابتن عادل النعمه هو اللي اعتذر من الاستمرار مع فريق الباص. نعم نعم كابتن. زين شنو كانت الاسباب؟ هم بالفعل كان هناك تدخلات في عمله؟ والله حسب كلامه هو حسب ما قال الرجل اكو تدخلات. هو بوقتها الرجل سولف لي حقيقه. زين. وقلت له كابتن عادل اتمنى تبتعد عن هالشغلات، وكذلك لا تحتك بالجمهور هواي. مع تحياتنا لجمهورنا. زين. تعرف المدرب اهم شيء الهدف الاول والاخير هو التفكير بالفريق، وكذلك التفكير داخل الساحه شلون يؤدي الفريق. يعني شوي انا اشوف هذا يخلي بال الجمهور راح يفقد السيطره على الفريق مالته. زين تسمح لي شوي اتكلم معاك بصراحه استاذ حسين. من خلال هذا كلامك احس انه بالفعل اكو نفوذ لبعض الجمهور في النادي. والله يا كابتن احكي لك بصراحه. اي هو انا اريد الصراحه. دائما احنا هو بصراحه احنا دائما متهمين بهذا الشيء. زين. بس والله اي نفوذ لا يوجد في نادي القاسم سوى الهيئه الاداريه اللي هي صاحبه القرار الاول والاخير. يعني قصدي من باب انه تكلم لك اكو تاثير، اكو ناس تاثر من الجماهير. طيب شنو دور الاداره؟ ما قدرت انه تحد من هذا الموضوع؟ والله حدينا، وهي ترى هاي المسألة موجودة، ترى هسه موجودة بالجوية وبالشرطة وبالطلبة وبالنجف، كل الأندية هسه الجماهير قاموا تجيب لاعبين وتجي كابتن هشام. اها يعني قصدك بقت علينا احنا هم نفس الشيء يعني، إذا أنت تعترف لا يعني. مو بقت علينا، هي بعد هاي صارت سنينة. بس للأمانة الله شاهد ماكو اي جمهورنا ما عنده هذا الشيء، لا فد يوم فرض لاعب ولا فد يوم فرض مدرب. بس انا سمعتك أبد يعني. انا سمعتك عدد قليل جدا يتدخل بصراحه يعني. والله ما قاعد انا حقيقه احكي لك اياها بصراحه، ما قاعد اشوف هذا الشيء. زين. يعني انا بس هي هاي يعني انا صار لي تقريبا 10 سنوات بنادي القاسم. زين. يعني بس هاي الكابتن عادل النعمه قال لي بيها. ها يعني بس مرت مع كابتن عادل. بس مرة هاي سمعتها، أم باقي السنين للأمانة ماكو أي تدخلات، إحنا ما نقبل أحد يتدخل، كذا يتدخل كاوين هيبة الإدارة وقيمة الإدارة. يعني هذا حظ عادل النعمة مثلا؟ والله الرجال يمكن حظه. زين، قبل أيام كان الكابتن قصي منير ضيفنا، وبصراحة أثار نقطة مهمة جدا، قال أنا بصراحة وأثنى عليك وعلى عملك معاه وتعاونك، قال أنا مع القاسم بدون عقد. قلت لي يعني شو عالثقة يعني؟ قال لي والله عالثقة. تحياتنا للكابتن قصي منير والكادر التدريبي. والله لو أقول لك سالفة كابتن قصي منير أنت تتفاجأ. يلا فاجئني أنا أريد أتفاجأ والله. هو أنا راح أفاجئك. شوف هذا الرجل قصي منير إنسان متواضع إلى أبعد الحدود. زين. يعني الاتفاق شلون صار؟ زين. مجرد مكالمة تليفونية. ما رفض. الرجل ما رفض، لان انا شوي عندي علاقه سابقه ويا طاب ببيته وماكل ببيته. زين. فالرجل يعني حقيقه يقدرني ويقدر الاخوان اعضاء هيئه الاداريه، وما رد لنا الطلب اصلا، وحتى بخصوص المبالغ الماليه. زين. ما حكى، قال ايش تنطوني ها هي. يعني هذا موقف كبير يحسب لقصي منير بصراحه. لا بالعكس، هذا من ينسى العمر كله. اها زين، وداع للقاسم كيف تصف هذا الموضوع؟ والله صعبه علينا جدا. زين قعدتوا حكيتوا يعني عرفتوا الاسباب؟
أني مرتين الإخوان هي الإدارية خابره. زين. وأني البارحة تقريبا اتصال نص ساعة وياه. زين. أي فحاجته يعني حتى للطرفة دزيت له رسالة. أي. قلت له القاسم راح يجيبون بيرغ القاسم ويجوك. ها؟ قال يا معود أنت وين تحكي صدق كذي؟ كبرت الشغلة ها؟ ها؟ طلعت من الدين. لا الرجل لا ما هو الرجل قلت له صعب يجون الإخوان هي إدارية. البيتك وما تنطيهم حكاية وأنا أدري بيك أنت ابن ديوان وابن عائلة محترمة زين وابن عشائر زين. فالرجل قال أبو ديمة يعني أترجاك شوفوا لكم مدرب. أها. ويقول والله العظيم أني يعني يقول تجربة نادي القاسم زرعت في شيء داخلي. بس يعني هذا معناه أنه خلاص انتهت قصة قصي منير، ما لا عودة إلى نادي القاسم. لا انتهت. زين سلمتوك المستحقات ما يطلبكم شيء؟ الجميع هو واللاعبين. هو واللاعبين. زين سولف لي هسه بما انه مقبلين على موسم جديد، نادي القاسم بلا مدرب، اكو عدد مو قليل من اللاعبين راح يتركون النادي، الدعم مالكم محدود، فبالتالي شو راح تتصرفون على الموسم الجديد؟ تعرف انه حتى الاندية صعدت بعد راح تسوي المستحيل على مود تبقى بالدوري. صحيح. والله ان شاء الله حقيقه احكي لك اياها، احنا فاتحنا اول واحد فاتحنا قصي واعتذر. زين. وفاتحنا لؤي واعتذر. زين. وحتى اليوم انا خابرت الكابتن حسن احمد والرجل اللي اعتذر لان عنده الدوره مال البروفيشنال بشهر التاسع بالاردن. صاروا ثلاثه. ايه. صاروا ثلاثة، وكذلك تم مفاتحة جاسم سلطان مساعد مدرب النجف. زين رفض وهم اعتذار. زين صاروا أربعة بعد. بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فاتحنا الكابتن أحمد دحام وإن شاء الله ننتظر منه الخبر باكر. أحمد دحام نقدر نقول مبروك أحمد دحام؟ لا ما نقدر هسه بعد. زين راح تقعدون وياه لو راح تصير اتصالات تليفونية؟ والله اليوم ما جلست وياه. زين ايه اكشف لنا ايش صار. اي ترى لا لا هو جلس يا والرجل قال انطيني الباكر انطيك الخبر الاكيد. زين بالنسبه لي يعني تاسيس الفريق بالنسبه للموسم الجاي عدد مو قليل غادر من القاسم، شو راح تستقطبون وشنو ميزانيتكم للموسم القادم؟ طبعا كابتن هشام احنا صارت عندنا تجربه اللاعبين الشباب وخاصه تجربه لاعبي الدرجه الاولى. زين فما أريد أقول لك إحنا عندنا تعاقدات من دوري الدرجة الأولى على مستوى عالي يعني لاعبين بارزين بالأندية مالتهم. بس إحنا خليها بصورة سرية ما نحب إحنا نعلن هسه عن اللاعبين اللي مستقطبيهم. أما عن باقي الفريق فالفريق باقي تقريبا من عدة 40% إلى 50% يعني يحتاج لنا أضافات إن شاء الله قليل، بس ما نريد نستعجل بالاختيار يعني تعرف الدور القادم أنا أقول لك دوري صعب، هواي فرق بي تريد تحاول تبقى بالممتازة. حتى كفرق وإن شاء الله يعني حتى كفرق وضعهم المالي أفضل منكم، ممكن هاي نقطة الفارق راح تصير ما بينكم. هي المشكلة كابتن هشام نادي القاسم يمثل محافظة بابل بأكملها. يمثل محافظة بابل. زين. عندك معلومة محافظة بابل صارها 30 سنة ما عندها فريق بالدرجة الممتازة. اي صح. اصلا غايبه عن الواجهه الرياضيه بالعراق محافظ بابل. زين. انا ما اقول لك الرجل السيد محافظ بابل الموسم اللي راح يعني انطانا مبالغ انطانا تقريبا 36 مليون. زين. بس انت تعرف هيك مبلغ ما يوفي بالغرض. 36 مليون هاي سفرتين مباراتين محافظات. فهو الرجل مرات انا حقيقه اكون صريح وياك اعذره. زين. لان يقول لي احنا ما عندنا منفذ قانوني بحيث اني اقدر انطيكم فلوس الا تخلونا الرئيس الفخري للنادي. لا لا الرجل اولا الله شاهد للامانه ما طلب هذا الشيء. زين. لا لا انا اقول لك لان كثير من الناس جابوا ناس مستثمرين او على مناصب خلوهم رؤساء فخريين، شلون هسه انتم مخلين الاخ الرماحي صح ولا لا؟ صحيح. زين هسه انتم راح تظلون معتمدين على الاخ الرماحي لو شنو؟ لا لا ان شاء الله احنا عندنا لقاء ويا سيد المحافظ. زين
إن شاء الله هذا الأسبوع يعني حقيقة طلبنا من عدة يحدد لنا مبلغ شهري ثابت على مود، على ضوء هذا المبلغ احنا نرسم الخطة مالتنا وخصوص استقطاب اللاعبين وكذلك مستويات اللاعبين، وإن شاء الله الرجل يعني أوعدنا خير بهذا الشيء. زين والرجل السيد الرماحي هم موجود. وين موجود؟ يعني موجود بالدعم. الرجل البارحة كان اتصال آنيا. زين. الرجل قال أنا مستمر الدعم النادي القاسم نادي مدينتي، وحتى قال لي توكل شوف إنه مدرب كادر تدريبي جيد، شوف إنه لاعبين جيدين. زين. هو مرشح، مرشح على الانتخابات ولا لا؟ أي مرشح. زين. لنفرض ما فاز بالانتخابات، إيش راح يسوون يا القاسم؟ والله هاي يم الله. ها مو هي هاي هسه الواحد غير واحد يحكي الواقع. هسه الرجل قد يكون استغل هذه الفتره لانه افضل دعايه انتخابيه، الناس تذكر اسمه وتمدحه وتثني عليه، لكن هي هاي امور الانتخابات، اذا ما صار شيء بالانتخابات انتم من لكم بعد؟ والله حقيقه استشفيته من السيد حسين الرماحي. اي يعني انا قد جالس وياه. زين. يعني لي شخصين ما منطلق لشغله الانتخابات. هي إلك ما قايل رغم هو مرشح على منطقتنا. لا هو إلك قايل لك، بس هو اللي يقرأ الموقف يقرأ بهذه الطريقة، يعني هذه صراحة يعني. بالضبط بالضبط، الناس تفسر يعني بما تراها. زين تقدر تقول ايش قد هذا الموسم دفع السيد الرماحي لنادي القاسم؟ تقريبا دفع له بال 200 إلى 250 مليون. زين أنت واثق على الموسم الجديد يقدر يعطيك بنفس هذا المبلغ؟ ان شاء الله ثقتنا عليه بي، والدليل هو قال لي. زين ايش قال لك؟ قال توكل على الله، شوف انه مدرب زين كادر تدريبي، شوف انه لاعبين زين. جمهور القاسم اذا موجود القاسم يختلف، خلينا نكون صريحين شوي. شلون ما يختلف؟ يعني يقول لك القاسم بلا جمهوره كل شيء ما يسوي، اذا حضر جمهور القاسم كل شيء نسوي. ثق واعتقد لو موجود دخول جمهور هذا الموسم الراح زين راح اشوف القاسم، يعني اكون صريح وياك، مركز سابع او ثامن. هذا مبالغ به الكلام، سابع ثامن؟ لا مو مبالغ، متاكد من عنده. متاكد. زين انا اشكرك سيد حسين الكعبي، شكرا جزيلا لهذا الوقت اللي اعطيتنا اياه ولهذه المعلومات، واتمنى لك التوفيق في مشواركم. الموسم القادم سيكون موسم صعب جدا، يعني مو فقط بالكلام، نهائيا الأندية بدأت تحضر بشكل كبير، وقد يكون السبب الرئيسي أنه إمكانياتهم قد تكون أفضل من عندكم. فأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله اللي قعدتوا واتفقتوا عليه أيضا يتحقق، ونشوف مكتب تنفيذي جديد وتصحى الهيئة العامة إن شاء الله بحيل الله. إن شاء الله يصحون، وراح تتذكر كلامي ها، راح أشوف مكتب تنفيذي يليق بالكل العراقية إن شاء الله. شكرا جزيلا للسيد حسين الكعبي، كان معنا من محافظة الحلة ضيفا عزيزا في الوقت الإضافي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. انتهى الوقت الإضافي لهذا اليوم، غدا إن شاء الله سنكون معكم وحلقة مهمة من الوقت الإضافي. إلى اللقاء.